اوكي طيب يا جماعة، أنا لاحظت إن الكومنتس موجودة على اللابتوب بس مش موجودة على الموبايل، فممكن يكون في مشكلة في الابليكيشن بتاع الفيسبوك على الموبايل عندي، بس أنا مش هينفع أطلع لايف من على اللابتوب، لازم أطلع من على الموبايل. فأنا هحاول أعمل حاجة ظريفة، يعني أنا هتكلم على اللايف هنا بس هشوف الكومنتس اللي انتوا بتكتبوها على اللابتوب. فتمام، اللي حد بقى كان عنده اي سؤال بخصوص الحاجات اللي انا كنت بتكلم فيها يا ريت تسيبهولي في كومنت وانا هخش اشوفه على الجروب. المهم انتوا عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني والله، بقالي فترة مش بعمل لايف بس عشان والله مشغول جدا في الشغل والمذاكرة. يعني لو حد بيفكر يبدأ في السي في فأنا أبشره إن هو داخل رحلة جميلة، يعني رحلة كويسة. أوكي ماشي، مايكل وسيم. طب حضرتك، انا معايا سي في قوي جدا، انا طالب في الفرقة الرابعة. لا الموضوع كده مش اثبت بقى عشان اعرف اشوف. في الفرقة الرابعة هتخرج 2019 وتقدير امتياز الرابع على الدفعة اكسو سماك كريستال تالي كورس انجلش كورس اوراكل محاسبة كلاود سي ام اي، واتدربت في مكتب محاسبة واتدرب في مكتب مراجعة. حضرتك ايه رأيك ان اشتغل بكورس الاوراكل المحاسبة لحد ما اخد خبرة سنتين في مكتب مراجعة واشتغل استشاري اوراكل ومحاسب اداري الاتنين مع بعض لحد ما اخد السي بي اي؟ ايه رأي حضرتك؟ يا ريت ترد. وراي حضرتك في اوراكل المحاسبي كلاود، وراي حضرتك لو سافرت مرة بره مصر بالسي في ده، وايه الدولة اللي تنصحني اشتغل فيها؟ مش عارف يا مايكل، انا حاسس ان انت نفسك مش محدد انت. لا موضوع الكومنتس على ال مش نافع، الكومنتس بتختفي، ما مش عارف ارجع للكومنت بتاع مايكل تاني. انا مش عارف ليه مش عارف اشوف الكومنتس هنا، بقدر اطلع وانزل براحتي. طيب مايكل، انا انصحك انت تشوف انت عايز تعمل ايه وبعد كده تبدأ تتحرك في الاتجاه ده. يعني لو عايز تسافر بره مصر يبقى سافر انهي دولة، فالدولة اللي انت عايز تشتغل فيها اللي انت حاببها. لو عايز تقعد وتشتغل استشاري اقعد واشتغل انك تشتغل استشاري، يعني شوف انت عايز ايه وبعد كده امشي في الاتجاه ده. لو هنصحك بحاجة هنصحك تعمل حاجة بتحبها، الحاجة اللي انت بتحبها اللي هتقدر تبقى كويس فيها وتبقى شاطر فيها. كنت بحل بنسبة 70% بين جلايم كده اقدر ادخل الامتحان ولا لسه قدامي وقت؟ والامتحان افكاره مختلفة. الامتحان افكار مختلفة، 70% مش الطف حاجة في الدنيا بس برضو مش حاجة واقعة قوي. 70% دي قريبة، يعني لو وصلت 80% تقدر تخش الامتحان مرتاح، لان يعني 70 يعني لو جبت زيها بالظبط في الامتحان مش هتعدي، يعني الامتحان من 72 ف70 بالظبط ما تعديكيش، فحاولي ترفعي النسبة شوية. انا هخلص جيش كمان 3 شهور وكنت بذاكر سي ام اي بارت 1 ولغيته عشان الجيش. ممكن نصيحتك؟ انت خلاص هتخلص الجيش كمان 3 شهور، فنصيحتي انك ترجع تذاكر تاني، ابدأ من الاول. شايف سوق العمل في مجال المحاسبة في المستقبل ماشي ازاي؟ انا قلت من شوية انا مش شايف ان مهنة المحاسبة هتختفي، بس شايف ان السكيلز اللي هتبقى مطلوبة من المحاسب هتختلف، هيبقى مطلوب منه سكيلز اعلى. والبني ادم عامه في اي مجال في الدنيا مش في المحاسبه بس، البني ادم اللي بيقدر يطور من نفسه ويعمل نفسه ذو قيمه بيبقى valuable للمكان اللي هو فيه
هو اللي بيقدر يكمل مهما كانت التطورات التكنولوجية اللي حواليه. طول ما هو بيقدر يطور من نفسه بيقدر يواكب الكلام ده، مفيش خوف عليه. الخوف دايما بيبقى على اللي هو بيفضل مكانه وما بيقدرش يتطور. اللي هو اشتغل مثلا على الاكسل فهو عايش طول حياته عايز يشتغل على الاكسل، هو اشتغل دفتري فعايز طول حياته يشتغل دفتري. هو ده اللي فعلا بيبقى فيه خوف عليه في المستقبل. كنت محتاج حاجة شارحة اتخاذ قرار بالقبول أو الرفض لمشروع هتعمله، لمشروع هتعمله الشركة، بس تكون شاملة سواء CMA أو غير CMA. نتكلم على الفيزابيليتي ستاديز، دراسات الجدوى. اعمل سيرش على الفيزابيليتي ستاديز وهتلاقي حاجات كتير أوي شارحة الموضوع ده. حضرتك أنا بكالوريوس تجارة شعبة نظم معلومات، ينفع أشتغل محاسب وإيه الكورسات اللي ممكن أخدها؟ اي حد ينفع يشتغل محاسب لو عنده السكيلز المطلوبه. يعني هي الفكره كلها ان الشركات بتبقى طالبه حد بكالوريوس تجاره. يعني لو لقيت شركه مش فارق معاها الموضوع ده وانت عندك السكيلز انك تشتغل، ما فيش مشكله. ايه الكورسات اللي ممكن تاخدها؟ تاخد كورسات في المحاسبه الماليه، او ازاي تعمل قيود، ازاي تعرف الاكس ده اكسبنس ولا ريفينيو ولا اسيت ولا لايبيليتي، يتسجل ازاي، ازاي تقدر تحدد ايه القيد المناسب في كل عملية، ازاي تقدر تلم الكلام ده كله في الاخر وتعمل قوائم مالية. كورسات محاسبة مالية عادية، ودي جديدة تقدر تاخدها من على اليوتيوب، يعني مش محتاج حتى تاخدها في مكان. بس انصحك تاخدها علشان انت مش عندك الشهادة، فالكورس ممكن يسندك شوية في الموضوع. الخبرة في العمل اولا، ثم انا بختفي، بتختفي الكومنتس. ثم البحث عن الوظيفة. أعتقد إن الاتنين أهميتهم واحدة، بس لازم نعرف نفهم يعني إيه خبرة في العمل. الخبرة مش عدد سنين. يعني مش أنا أبقى شغال في شركة مثلا بيبول أو ريسيفبول أو ماسك خزنة وأقعد 10 سنين ماسك خزنة وأقول أنا عندي خبرة 10 سنين. لا، أنت عندك خبرة 10 سنين في ماسك الخزنة، انا ما عندكش خبرة في حاجة تانية. الخبرة ان انا اكون شغال في مكان بتعلم منه كل يوم، حاسس ان انا بأد فاليو للمكان والمكان بيأد فاليو ليا. دي الخبرة اللي الواحد ياخدها وياخد جنبيها الشهادة المهنية. الشهادة المهنية بتوسع المدارك قوي، يعني انت بتخلي تفكيرك اوسع بكتير من النظرة الضيقة بتاعة المحاسب، خصوصا لو انت شغال في شركة كبيرة وماسك حاجة معينة، ماسك الريسيفبل بس او ماسك البيبل بس. الشهادات المهنية بتخلي نظرتك أوسع بكتير من الموضوع ده. بعرف أعمل قيود وكل حاجة، بس عايز أخد شهادة مهنية كبداية. ابدأ بالآيفرز. طالما أنت مش خريج محاسبة أنصحك تبدأ بآيفرز، خد دبلومة آيفرز، وبعد كده فكر بقى أنت لو عايز تكمل في المحاسبة الإدارية خد CMA، عايز تكمل في المراجعة خد CIE، خد CPA، شوف أنت عايز تاخد إيه بعد كده، بس ابدأ الأول بالآيفرز. ربنا يخليك يا رب. هل القيود مطلوبة في امتحان CMA؟ لا لا، لأن CMA محاسب إداري، مش مطلوب منك تعمل قيود والكلام ده. صعب جدا تلاقي سؤال في CMA طالب منك قيد. هو ممكن يقولك مثلا ايه اللي هينقص لو عملنا كذا، ايه اللي هيزيد كده، انما مش هيقولك اعمل لي قيد عمره. يعني شايف مستوى الخليج دلوقتي من ناحية التوظيف، الفرص أصعب؟ انا هدمج السؤال ده مع سؤال تاني برضه اتسألته، كان بيقول لي فرص التوظيف في السعودية أو الإمارات أو حاجة زي الفرق بين السعودية والإمارات فأنا هدمج السؤالين دول وهجاوب عليهم إجابة واحدة. في عدة فروق بين السعودية والإمارات لازم أي حد، ودي حاجة كويسة أنا أحب أشرحها لكم للناس اللي هي لسه في مصر وبتفكر تسافر، عشان لما يجي يسافر يعرف بالظبط هو مسافر على إيه. الشخصيات عامة في الأول أنواع. في ناس بتسافر هدفها مثلا إن هي تسافر 2 3 سنين تحوش فلوس تنزل تجيب شقة وتتجوز وتستقر في مصر. في ناس هدفها إن هي تسافر تقعد شوية بعد كده تهاجر. في ناس هدفها إنها تسافر دولة خليجية وتستقر هناك لحد ما تريتاير، لحد ما خلاص وبعد كده تبقى ترجع مصر. فأهداف الناس مختلفة. طيب إيه الفروقات بين السعودية وبين الإمارات؟ أولا مستوى المعيشة. الإمارات مستوى المعيشة فيها أعلى،
من السعودية، منفتحة أكتر من السعودية، وده بيخليها أغلى من السعودية. فكل حاجة في الإمارات أغلى من مثيلاتها في السعودية، فالإيجار هنا أغلى بكتير من الإيجار في السعودية، الأكل هنا أغلى من الأكل في السعودية، الخروجات هنا أغلى من الخروجات في السعودية. وقيس على ده كل حاجة. يا ريت محدش يسيب كومنت قبل ما أخلص الإجابة دي، لأن الكومنتس هتروح ومش هعرف أرجع لها تاني. فلما أخلص إجابة ممكن تسيبوا الكومنتس، لأن هي بتختفي من قدامي، ما بتظهرش، ما بتفضلش موجودة. تمام. فالإمارات أغلى من السعودية، تمام، ده بالنسبة لمستوى المعيشة. فالبني آدم اللي هو مسافر علشان يحوش قرشين، فأنصحه يروح السعودية ما يروحش الإمارات، لأنك هتروح الإمارات اللي هتاخده هتصرفه، مهما كان المرتب اللي هتاخده هتصرفه، هيخلص، فأنت مش هتحوش في الإمارات. ولو أنت شخص مقتصد أوي يعني، ما هتحوش مثلا إيه 15% من مرتبك ماكسيموم، تمام. ده بالنسبة، فلو واحد هدفه التحويش يروح السعودية، واحد هدفه الكواليتي اوف ليفنج يروح الامارات، تمام. طيب ده فرق في المعيشة نفسها. طيب سيبك من ده، الفرق بقى في فرص الشغل. في هنا حاجة مهمة قوي لازم تكون عارفها في الفرق بين الامارات والسعودية. الامارات فيها فرص اكتر بس اصعب انها تجيلك. السعودية فيها فرص أقل بس أسهل إنها تجيلك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في الإمارات في فرص شغل أكتر بكتير من السعودية، بس كومبيتيتيف قوي، يعني الكومبيتيشن هنا بين الناس عالية جدا. أنت بتتنافس مع ناس من كل أنحاء العالم، وناس معاهم شهادات مهنية، وناس معاهم خبرات، وناس معاهم لغة ممتازة، ومعاهم كل حاجة. ففي فرص شغل كتير بس صعب، لازم أنت تبقى حد مميز قوي علشان يختاروك من بين الناس دي كلها. في السعودية فرص الشغل أقل بس الكفاءات في السعودية مش كتير، يعني صعب بتلاقي مثلا محاسب عنده شهادات كتير أو عنده خبرة كويسة، وعنده الناس دي شغالة وشغالة في أماكن محترمة. فدي برضو نقطة تانية لازم تاخد بالك منها، إن الحد الكفء قوي في مجاله مستقبله أحسن في الإمارات، إنما الحد اللي لسه بيتحسس طريقه او ما عندوش الطموح او الرغبة ان هو يطور من نفسه كتير مستقبله احسن او استقراره احسن في السعودية. في نقطة أخيرة، ان انت في الامارات موضوع انك تتنقل من شركة لشركة مش صعب قوي زي السعودية، مش لازم الشركة توافق ويا اما هخرجك نهائي والكلام ده، لا هنا عادي بتقدم استقالتك بيعملوا بيكنسلوا الفيزا وبتروح على شركة تانية ويقول لك فيزا تانية، عملية أسهل من السعودية. عشان كده برضو بقول إن هنا المستقبل للكفاءة مستقبله أحسن، لأنه هو لو لقى فرصة أفضل سهل إن هو ينقل عليها. دي معظم الفروقات بين الإمارات والسعودية. وفي الآخر أنت بقى بتقرر أنت عايز إيه، أنت حابب إيه، ايه اللي ممكن اتعلمه من مكاتب المحاسبة وفكرة انها مشاوير لمأموريات الضرائب لتخريص ورق واقرارات. اولا لازم تختار المكتب اللي انت رايح تشتغل فيه، يعني ما تروحش مكتب اي كلام في الاخر تلاقي نفسك فعلا رايح مشاوير وجاي من مشاوير ومتعملش حاجة تانية. لو اشتغلت في مكتب محترم هلا هتتعلم كتير. التطوير بيكون في الشركات المالتي ناشونال ولا الناشونال افضل؟ اكيد المالتي ناشونال هتتعلم فيها حاجات اكتر، خصوصا ان انت بيبقى معاك ناس من جنسيات مختلفة بثقافات مختلفة، الشركة بتاعتك بتوبريت في دول كتيرة، ممكن تلاقي نفسك مع الوقت مسؤول عن كذا فرع للشركة كذا مكان. فاعتقد لو انت قدامك فرصة تخش انترناشونال او ناشونال عادي، فخش انترناشونال افضل. لو كان ليس لديك خبرة في المحاسبة بصورة واسعة، هل تأخذ شهادة السي بي اي او تتجه الى غير جهة؟ مع العلم ليس لدي خيار ثاني غير السي بي اي كوني عايش في امريكا، ارجو النصيحة. لو انت الموضوع ملوش علاقة بالخبرة قد ما له علاقة بانت حابب ايه. لو انت حابب المحاسبة مش عايز تغير لمجال تاني، لا خد السي بي اي وحاول تشوف شغل بارت تايم وانت بتدرس لحد ما تخلص، والسي بي اي مستقبلها كويس عامة. حتى لو حبيت ترجع الخليج بعد كده تشتغل، مستقبلها كويس في أي مكان.
ليه اخترت السي في اي سي اف اي بعد السي ام اي وما اخترتش السي في اي؟ لان انا عايز اعمل شيفتنج كارير وعايز اتحول للتحليل المالي، مش حابب اكمل في المحاسبة. هل ينفع اشتغل في مجال التمويل او التحليل المالي بالسي ام اي؟ ينفع، مش ما ينفعش، بس برضو على حسب البوزيشن اللي مطلوب والناس المتقدمة وكده. لو لقى حد معاه خبرة مثلا او معاه حاجة اعلى منك اكيد هيختار هو. السي ام اي مش مقياس، غالبا الحاجات دي بتبقى محتاجة خبرة قوي يعني. طب ازاي اعلي النسبة بتاعت الحل عن 70%؟ اذاكر من الاول ازاي بقالي 5 شهور؟ ده سؤال حلو قوي، حلو جدا يعني، احييك عليه. في ناس بتقول لي ايه، اوكي محدش يسأل اسئلة لحد ما اخلص عشان ما تروحش. في ناس بتقول لي ايه، طيب انا المفروض مثلا نسبتي تبقى 80%، طب انا بحل 70%، باجي احل تاني 70%، باجي احل تاني 70%، طب اعمل ايه؟ اذاكر من الاول؟ لا، انت وانت بتحلي نسبتك 70% دي، تشوفي ايه هما 30% اللي انت غلطتي فيهم. هل هما باتر؟ يعني هل نفس المواضيع اللي بتغلطي فيها كل مرة؟ يعني انت مثلا بتحلي كوست مثلا، هل ال 30% اللي انت بتغلطي فيهم دول هل هما كل مرة absorption او مثلا اي نقطة معينة في الكوستنج؟ هل هي حاجة، ولا كل مرة بتحلي 30% غلط مختلفة؟ لو هي نفس الحاجة اللي انت بتغلطي فيها كل مرة، العملية سهلة وبسيطة يعني. يبقى انت محتاجة تذاكري الجزء ده اللي انت بتغلطي فيه، مش محتاجة تذاكري المنهج كله من الأول. لا، كل يوم حلي مثلا 100 سؤال متنوعين، وشوفي ال 30% اللي انت بتحليهم غلط دول من انهي اجزاء في المنهج، وارجعي راجعي الحتة اللي انت بتحلي منها غلط. ما تضيعيش وقت انك تراجع المنهج كله في حاجات انت اوريدي بتحلي فيها صح، لا تراجع اللي انت بتحلي فيه غلط بس. اوكي، عندي سؤال تاني. في حالة رفض المدير تطويري مع قلة الفرص، هل اسيب الشغل واخد القرار او استنى فرصة لحد ما تجيلي؟ وطبعا الخليج الفرص فيه موجودة بس صعب. طيب ده برضو سؤال كويس. فكرة ان طيب انا قاعد في مكان مش بتطور، مش سامحيني ان انا اتطور، بس انا مفيش قدامي حاجه دلوقتي، هل امشي من الشغل؟ يعني هل اسيب الشغل واقعد في البيت وادور، ولا استنى لما حاجه تجيلي وبعد كده امشي؟ ده اولا بيعتمد على حاجات كتير. اولا بالنسبه للرجاله، فاحنا غالبا بيبقى عندنا مسؤوليات، ففكره ان انت تسيب الشغل وتقعد في البيت ده، فدي حاجه انا ما انصحش بيها خالص. طيب ممكن اعمل ايه؟ انت طور من نفسك وانت في المكان اللي انت فيه. لو انت مديرك مش بيسمح لك تتطور، لا انت طور نفسك، ذاكر، خش على اليوتيوب، اعرف اكتر عن مجالك، افهم فيه اكتر، ذاكر شهادة مهنية، ذاكر ذاكر ذاكر، زود خبرتك في حاجات، وافضل قدم لحد ما تجيلك الفرصة الكويسة، وبعد كده سيب الشغل. لو انت مش عندك مسؤولية، يبقى تسيب شغلك وتركز في الشهادة المهنية، تخلصها في فترة قصيرة، وبعد كده تبدأ تدور على شغل تاني. لأن أنا مقتنع إن الشغل اللي أنت مش بتتطور فيه، أنت مش هتتطور فيه خالص. يعني مش معقولة مثلا مش هيكون سامح لك تتطور دلوقتي، بعد 2 3 شهر يقول لك لا طب خلاص بقى احنا هنكبرك. لا لا، الشركة الميتة ميتة. لو أنت مش شايف أمل، هو فعلا مفيش أمل. فنقطة المسؤولية بس هي اللي تخليك إن أنت تفضل في شغلك، بس ما تفضلش أنت بقى محلك سر. يعني مش انت مضطر فتفضل قاعد ومستني الفرصة، لا انت اشتغل على للفرصة دي، زود كفاءتك، زود خبرتك، زود لغتك، زود مهاراتك، علشان الفرصة تجيلك، وعلشان لما الفرصة تيجي تبقى انت اهل ليها وتبقى انت تستحقها وتقدر تاخدها. اوكي، ايه رأيك في تأشيرة سياحة الشهر الامارات للبحث عن عمل، وقد ايه التكلفة المتوقعة؟ اولا انا ما انصحش بفيزا شهر، صعب قوي ان انت تلاقي شغل في شهر، هو طبعا كل حاجة في ايد ربنا، بس شهر دي هتبقى انت متوتر جدا. فيزا 3 شهور. التكلفة المتوقعة دي بتفاري جدا يعني، بتختلف جدا من شخص للتاني. هقول مثلا في المتوسط هتصرف حوالي 40,000 جنيه، 50,000 جنيه، حاجة كده. هو معظم الصرف هيبقى في الإيجار، الإيجار هنا غالي جدا.
بس لو انت عندك القدرة ان انت تقعد مع كذا حد في غرفة واحدة مثلا، ممكن التكلفة ما تبقاش عالية قوي. هل في مشكلة إذا بلشت بارت 2 قبل بارت 1؟ نو، مفيش أي مشكلة. ممكن تخلص بارت 2 الأول وممكن بعد كده تخلص بارت 1. أنا عندي فكرة لذيذة، أنا بفكر، لأن في حد، في ناس كتير بعتتلي بتقولي عايزين إزاي يحسنوا اللغة الإنجليزية بتاعتهم، فأنا بفكر أعمل لكم لايفز تبقى بالإنجليش بس. يعني احنا مثلا عايزين نتكلم عن حاجة معينة، فانا اقول لكم هنعمل لايف عن موضوع معين، بس اللايف هيبقى بالانجلش. ف بقولوا لي رأيكم ايه في الموضوع ده، لو موضوع مستسيغينه ممكن نعمله. انا بذاكر السي ام اي ومش عارف ازاي هقدر افهم واحفظ، وافهم واحفظ ما يجوش مع بعض كمية المعلومات دي كلها. محدش يسأل، ويت، انت مش مطلوب منك انك تحفظ كل ده، انت مطلوب منك انك تفهم. ازاي هتقدر تفهم كل الكلام ده؟ لما تقعد تذاكر كتير وتبدأ تعمل كونكشن بين المواضيع وبعض، تبدأ تربط المواضيع ببعض، هتلاقي موضوع الفهم ده سهل مش صعب ولا حاجة. ممكن تقول لنا خطواتك من بعد تخرجك كتجربة نستفاد منها؟ انا تجربتي ما فيهاش اي حاجة يدعو للفخر، يعني انا ما عنديش تجربة عظيمة خضتها. انا اتخرجت في 2008 من كلية تجارة عربي، ما كنتش تجارة انجليش ولا حاجة، كنت انتساب كمان في سنة اولى، بعد كده في سنة تانية حولت انتظام وقعدت ال4 سنين زي اي حد، ما مش زي اي حد يعني، ما كنتش بروح الجامعة، بروح في الاخر عشان امتحن بس، واتخرجت عادي واشتغلت في مصانع، اشتغلت محاسب تكاليف، واشتغلت تقريبا اشتغلت كل حاجة في المحاسبة، اشتغلت في سيول واشتغلت بيبل واشتغلت تكاليف واشتغلت مراقبة مخزون، عديت على كل الأقسام في خلال ال8 سنين اللي قعدتهم في مصر. وبعد كده سافرت السعودية في 2016، خدت السي ام اي في 2017، في 2013 عملت دبلومة محاسبة مالية في عين شمس. سافرت السعودية 1 سنة و7 شهور، وبعد كده جيت على هنا، جيت على الإمارات. مفيش حاجة مميزة أوي في تجربتي يعني تستحق الذكر. ايه رأيك أسئلة وايلي وأنت قلت إنك حليتها؟ أنا فاهم السؤال ده. بصوا يا جماعة، أسئلة وايلي هي وايلي تقدر تقول إن هي أكتر أسئلة بتفكر بره الصندوق، يعني أنت هتلاقيها غريبة شوية عن جلايم وعن هوكو. بس في ناس بتقول إن أسئلة وايلي هي بتبقى أقرب شوية لأسئلة الامتحان، لأن برضه أسئلة الامتحان بتبقى بره كل الصناديق بقى، في صناديق انت قاعد بتذاكر فيها وفي صناديق ناس تانية بتذاكر فيها، بعد كده الامتحان بيجي من صناديق تالتة خالص، يعني محدش يعرف عنها حاجة. فأسئلة وايلي غريبة ساعات بتبقى اوت اوف سكوب. انا حليتها عشان انا كنت حليت هوك وجلايم كذا مرة، فحليت وايلي علشان ايه بالمرة يعني. فبس كنت ما كنتش بجيب فيها سكور عالي عشان اكون صريح، يعني أسئلة وايلي كنت بقع فيها كتير، هي تريكي جدا بس هتفيدك. يا ريت لايف عن التغييرات في امتحان السي ام اي 2019. حلو السؤال ده. مفيش تغييرات في السي ام اي since 2015 until now، مفيش اي تغييرات في السي ام اي. نفس ال learned outcome statement اللي على الويب سايت هي هي. اللي اتغير يا جماعة ان في تعديلات حصلت في المعايير، هي دي اللي غيرت، مش غيرت محتوى السي ام اي، غيرت الاسئله اللي ممكن تيجي. يعني مثلا الريفينيو ريكوجنيشن، مثلا الاكسترا اورديناري ايتمز اتلغت، ما بقاش في حاجه اسمها اكسترا اورديناري، فمش هيجيب لك في الامتحان يسالك عن الاكسترا اورديناري لانها اتس نو لونجر ذير، ما بقتش موجوده خلاص. مثلا
الريفينيو ريكوجنيشن بقى فيه ميرج بين الايفرز والجاب، وبقوا بيعتمدوا على معيار موحد بت ايدنتيفاي الكونتراكت، في الكونتراكت والاوبليجيشنز والبرايس فور ايتش اوبليجيشن والكلام ده كله. فهو ده، هي دي الحاجات اللي اتغيرت، المعايير اللي اتغيرت مش امتحان السي ام اي اللي اتغير. فما فيش اي تغيير في امتحان السي ام اي، هي نفس اللص، هي هو يسالك في نفس الحاجه، بس المشكله ان انت لاجابتك هي اللي المفروض هتختلف طبقا للمعايير الجديده. طيب هل الريفينيو ريكوجنيشن في اي حاجه تاثر على السؤال اللي ممكن يجي لك؟ لا، انت حتى لو قريت المعيار الجديد فهو مفيش حاجه اتغيرت. المعيار الجديد بيأثر على الشركات اللي هي بتقدم كذا خدمة في حاجة واحدة كبندل واحد، لأن هو بيبقى مطلوب منه هو يأيدنتيفاي كل اوبليجيشن، وكل اوبليجيشن السعر بتاعه كام، ولما يخلص اوبليجيشن معينة يقدر ساعتها يعترف بالريفينيو بتاعه. إنما مثلا في الكونستراكشن هتلاقي إن المعيار اللي اتوحد مع بعض هو هو البرسنتج اوف كومبليشن، الانستولمنت هتلاقيه هو هو في المعيار الجديد، الكوست ريكفري هتلاقيه هو هو في المعيار الجديد، مفيش أي حاجة اتغيرت. فانت ذاكر من 2015 مش هتلاقي اي حاجة في الامتحان متغيرة عن اللي انت ذاكرته، بليف مي. يعني انا محاسب في شركة مقاولات بس مش حاسس بالمحاسبة، اعمل ايه؟ دور على شركة تانية تحس فيها بالمحاسبة. ممكن حضرتك تقول لنا انت ذاكرت سي ام اي في قد ايه وطريقة المذاكرة؟ في فيديو منفصل على اليوتيوب تشانل بتاعتي اسمه CMA study plan 4 month 4 month study plan. خش على التشانل عندي على اليوتيوب هتلاقي الفيديو ده موجود، تقريبا حوالي نص ساعة انا شارح فيه تجربتي كلها من اول ما قلت هذاكر لحد ما خلصت الشهادة. ضروري جدا لون كاش فلو، ضروري جدا، وكلفية المعالجة وتأثيرها. لا، الانجليش مع العربي ده مش قادر اقرا، مش عارف اقرا الجملة صح. I'm sorry، مش قادر احدد اول الجملة واخرها فين، يا ريت اكتبها كلها عربي او كلها انجليش. طيب يا جماعة انا حابب افكركم ان انا ببص على الكومنتس على اللابتوب عشان لو في حد عمل كومنت وانا ما قريتوش فانا ما شفتوش، يعني I'm sorry يعني من الاول، محدش يفتكر I'm not ignoring anyone، انا مش بتجاهل حد، بس ممكن يكون الكومنت بتاعك انا ما شفتوش. هل اسئلة جلايم 1400 كافي اونلاين 2017 مع الريتايرد و2015 كمان كافية؟ مش شرط 2017. في ناس برضه بتسألني طيب اجيب الاكسس، طب الافكار اختلفت والاكسس هيبقى فيها افكار جديده؟ لا، لان برضو الافكار اللي في الاكسس مش هي اللي هتجيلك في الامتحان. انت مش مطلوب منك انك تحل كل افكار الدنيا، انت مطلوب منك ان انت تفهم عفوا، مطلوب منك ان انت تفهم المنهج عشان اي فكره تجيلك تعرف تحلها، مش مطلوب منك ان انت تحل كل الافكار، مطلوب منك انك تفهم الكونسبت عشان تعرف تحل الافكار. مرحبا، أسئلة سنوات سابقة للسي ام اي من أي موقع أشتريها؟ مفيش أسئلة سنوات سابقة، مفيش ويب سايت أنزلها، لأن أسئلة السنوات السابقة ممنوع تداولها، مفيش غير الريتايرد اللي المعهد نفسه بيطلعه، وده أول ما بتعملي أكونت بيتبعت لك كده كده ببلاش، متشتريهوش. القروض وتأثيرها على التدفقات النقدية، وخصوصا الحكومة بتدفع بعد 9 شهور وده بيأثر على قائمة التدفقات. بص، عامة قائمة التدفقات دي بتتعمل عشان تفوركاست انت هتبقى حاجتك من الفلوس ايه والفلوس اللي هتجيلك ايه، عشان تقدر تحدد انت ممكن تحتاج فلوس قد ايه. فالطبيعي المفترض ان قائمة التدفقات المقدرة تبقى معمولة من قبلها، فيعني انا بعمل، انا عارف ان هيجيلي فلوس كذا وهصرف فلوس كذا، فهبقى انا محتاج فلوس كذا فهاخد قرض بكذا، طيب كده بقى عندي فوائد انترست ثابتة كل سنة كذا. المفروض ان في ناس المفروض ان في ناس يعني بتدرس الكلام ده وما تخافش، يعني مصر بخير.
ازازة المية خلصت، عايز انزل اجيب مية. طيب في اي حد عنده اي اسئلة تانية؟ على فكرة مفيش اي حد سألني في المواضيع اللي انا اتكلمت فيها اصلا، يعني انا قلت لكم لو حد عنده سؤال بخصوص التخرج او التقديم على الشغل او الدراسة، بس محدش سألني في الكلام ده، سألتوني اسئلة تانية ضحكتوا عليا. المفروض نلتزم بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. انا حزين، انا حزين وعطشان. بالنسبة للقروض أنا بتكلم عن الشركات في السعودية، بمعنى إن الشركات في السعودية بتعاني جدا من قلة السيولة. كويس، هقول لك ليه. لأن مفيش حد بيعمل الفوركاست اللي أنا كنت بقول عليه. أنت المفروض إن أنت لما بتيجي تعمل البادجت بتعمل فوركاستنج كاش فلو، تقدر تحدد أنا مثلا هيخش لي فلوس في السنة اللي جاية دي في شهر واحد كذا، في شهر اتنين كذا، في شهر، طبعا أرقام تقريبية يعني، إلا لو أنت عامل كونتراكتس مع ناس معينة فبتبقى عارف بالظبط هيجي لك كام، بتبقى عارف أنت محتاج تصرف إيه، فتبقى تقدر تحدد السيولة بتاعتك من قبلها. لأن في مبدأ مهم جدا في الفاينانس بيقول لك إن أنت ما تروحش تاخد قرض وأنت محتاجه، انت المفروض تقدم على القرض في اقل وقت انت محتاجه فيه. ليه؟ لان انت لما تروح تقدم على القرض وانت محتاج القرض فانت نيدي، فانت معنى انت محتاج القرض يعني القوائم المالية بتاعتك تعبانة، يعني البنك يا اما هيرفض يا اما هيتشارج يو هاير انترست ريت فهيسبب لك مشاكل اكتر في السهولة. فانت المفروض تعمل القرض في الوقت اللي انت فيه قوي، علشان ساعتها البنك هيوافق على القرض، هتاخد lower interest rate. فعلشان كده مهم جدا ان انت تعمل forecasting للكاش فلو بتاعك، لازم تقدر تتوقع انت هيجيلك فلوس قد ايه وهتصرف فلوس قد ايه، فهتبقى انت محتاج قد ايه ومحتاج قد ايه امتى، فتبدأ تقدم عليه من قبلها بفترة وهكذا. الكومنتس كتير بتتكتب فبتروح بالراحة شوية يا جماعة، لما اخلص يعني لما اخلص سؤال اكتبوا كومنت لحد ما نشوف ايه المشكلة اللي في الموبايل، يعني انا مش عارف الحقيقة. ايه افضل، السفر بعد التخرج ولا اشتغل في مصر لمدة 6 شهور مثلا وبعد كده اسافر؟ لو انت ناوي تسافر فسافر بعد التخرج، يعني 6 شهور اللي هتشتغل في مصر هيعملوا ايه يعني؟ لو انت واخد قرار ان انت تسافر فسافر اول ما تتخرج على طول، مش هتفرق. شادي خلصت سي ام بي في وقت قد ايه؟ 7 شهور مذاكرة. امتحنت بارت 1 في مايو وبارت 2 في اكتوبر، ذاكرت بارت 1 4 شهور وذاكرت بارت 2 3 شهور، هما 7 شهور مذاكرة بالظبط. الفترة كلها على بعضها مذاكرة، مش مذاكرة بالدلع بكده، تقريبا 10 شهور. انا بدأت اذاكر في واحد وخلصت الشهادة في 10. اوكي اكتبوا كومنتس بقى، خلصت خلاص. خلاص دبلومة ايه تنصح بيها؟ لو دبلومة versus شهادة مهنية فانا انصح ان انت احرق للدبلومة وخد شهادة مهنية، شهادة مهنية تنفعك اكتر بكتير من الدبلومة. لو انت مصمم دبلومة فانصح بيها، انصح بالحاجه بقى اللي انت حاببها، المجال اللي انت عايز تخش له، يعني انت عايز تخش في التكاليف خد دبلوم التكاليف، حابب الضرايب خد دبلوم الضرايب، حابب المحاسبه خد دبلوم المحاسبه وهكذا. هل انت بعد ما امتحنت كنت متاكد ولا حاسس انك ممكن تنجح؟ لان الامتحان الحقيقه فيه اسئله عجيبه. في بارت 1 لا ما كنتش متاكد، ما كنتش متاكد ان انا اجيب سكور عالي الصراحة، يعني السكور اللي انا جبته انا ما كنتش متوقع خالص ان انا هجيبه، يعني انا قلت انا ممكن انجح اجيب 360 370 ماكسيموم يعني. وكنت شاكك هنجح ولا مش هنجح اصلا يعني. في بارت 2 انا
كان عندي احساس ان انا هنجح، كنت حاسس ان انا هنجح، بس برضو ما كنتش حاسس ان اجيب سكور عالي. يعني سكور عالي في المرتين ما كنتش حاسس، لان فعلا زي ما انت ما قلت الامتحان افكاره بتبقى غريبة، فانت بتحل حسب ما انت فاهم، بس ما بيبقاش عندك التأكد اللي بيبقى عندك وانت بتحل قبل الامتحان. قبل الامتحان انت بتقدر تشوف الاجابة وبتقدر تشوف اجابتك صح ولا غلط، في الامتحان لا، انت بتبدأ بقى يبدأ الوسواس بقى طب هل وانا بحل مثلا حليت غلط، طب هل جمعت بدل مطرح، طب هل ضربت بدل مقسم، طب هل اخترت دي بس كان في تريك في السؤال بس ما خدتش بالي منها. فطبعا القلق ده بيفضل معاك لحد النتيجة يعني. انا خلصت بارت 1 بس قررت ادخله في مايو عشان خايف اسقط، فبدي نفسي فرصة اراجع واحل اسئلة كتير، ايه رأيك؟ ده فرصة، فكرة ان انت تدي نفسك وقت طويل ده سلاح ذو حدين، يعني هو ساعات بيقلب بملل فبتبعد عن المذاكرة فبتنسى اكتر. انا شايف لو انت خلصت بارت 1 يعني خلصت مذاكرة خلصت مراجعة فاضل لك الحل بس، ف5 بعيد قوي قوي يعني، ما مش هتقعد تحل من دلوقتي لحد 5، صعب جدا تقعد 6 شهور تحل. انا شايف تخش فبراير لو انت فعلا فاضلك الحل بس. بدون المساس بالموظف ازاي اعمل كوست ريدكشن؟ ده سؤال عميق. ازاي اعمل كوست ريدكشن؟ اقول لك ازاي تعمل كوست ريدكشن. تعمل حاجة اسمها value chain analysis، تحليل سلسلة القيمة. تمسك التكاليف اللي بتحصل في الشركة كلها من أول ال cost of sales لحد ال taxes، كل المصاريف اللي بتصرفها في قائمة الدخل، وتبدأ تحلل كل تكلفة وكل cost، هل هي بتأد value ولا مش بتأد value؟ هل بتأد فاليو للمنتج بتاعك ولا مش بتأد فاليو للمنتج بتاعك؟ طيب مش بتأد فاليو يبقى دي نإليمينيت، تحاول تشيلها خالص. طيب بتأد فاليو نبدأ نشوف هل الأدد فاليو اللي بتضيفها بتتوازى مع التكلفة بتاعتها، ولا هي بتأد فاليو أقل من التكلفة بتاعتها، يبقى في عجز في الإفشنسي. هي بتأد فاليو بس مش بفاعلية. فتبدأ ساعتها تشوف ازاي ممكن تعمل النقطة دي بتكلفة احسن او بآلات افضل او بموظفين احسن او بكنترول افضل. فده موضوع كبير قوي يعني، بس عامة هي دي السيركل. انت بتبدأ تاناليسز التكاليف كلها وتبدأ تشوف كل تكلفة هل بتأد فاليو ولا لا، ولو بتأد فاليو هل بتأدها بالطريقة المثلى ولا لا. طيب لو خلصت ريفيجن هتبقى ازاي؟ عايزة ادخل في 6 امتحن، هو ايه اللي ازاي؟ لو خلصت ريفيجن هتبقى ازاي؟ ايه اللي ازاي؟ مش عارف. من وجهة نظرك ايه نوع المنشأة اللي تشتغل فيها عملي على السي ام ايه؟ أعتقد المنشآت الصناعية قسم التكاليف بالذات هتشتغل عملي، أو شركة كبيرة شوية قسم البادجت، لو الشركة عندها بادجت هتشتغل الكلام ده عملي. لو أنت بتشتغل في التحليل إلى حد ما ممكن تشتغل ببارت 2 شوية، بس أنا أقدر أقول لك إيه الشركات اللي مش هتشتغل فيها عملي في السي ام اي. لو اشتغلت في شركة تجارية ممكن، تجارية إلى حد ما، خدمية لأ، الشركات الخدمية مش هتشتغل فيها بالسي ام اي. يعني أعمل إزاي ريفيجن؟ أوكي، أنت شفتي الفيديو بتاع الستادي بلان بتاعتي ال4 شهور؟ لو شفتيه هجاوبك على السؤال، لو أنت ما شفتيهوش شوفيه هتلاقي فيه إجابة لسؤالك. ازاي افهم القوائم المالية وطريقة عملها؟
بانك تعرف كل بند في القائمه الماليه ده معناه ايه وجه منين وبيتعمل ازاي. فازاي تعمل الكلام ده؟ لازم تشتغل بايدك محاسبه كتير، وتعمل انت قوائم ماليه، وتشوف ناس بتعمل قوائم ماليه، وتشتغل في تيم بيعمل قوائم ماليه علشان تفهم الموضوع، علشان تعرف الرقم ده في الاخر وصل هنا ازاي، ايه اللي اتضاف عليه سوري ايه اللي اتخصم منه، وايه اللي اتضاف عليه، وايه اللي بيتعمل فيه، وبنعمل ايه عشان نوصل في الاخر للرقم ده. ايه اقل مرتب تتوقعه لاي سي ام بي حتى لو ما اشتغلش؟ مفيش اي حد في الدنيا عنده اجابه للسؤال ده خالص. هل دراسه زائد حل جلايم لوحده كافي؟ هو يا جماعة الفكرة مش في حل ايه ومش في حل جلايم ولا حل جلايم وهوك، هي الفكرة انت فهمت ولا لا. لو انت فهمت وما حلتش حتى جلايم، ما هتخش وهتحل صح وهتنجح. هي الفكرة احنا بنقول حل كتير عشان تدخل مخك اكبر قدر ممكن من الافكار. الحل جزء من المذاكرة، بيخليك تفهم الحاجة اكتر. الحل بالذات في الشهادات المهنية، حل الأسئلة بيخليك تفهم اكتر، يمكن اكتر من المذاكره نفسها. عشان كده الحل مهم، حل على قد ما تقدر. لو انت مفيش قدامك وقت غير انك تحل جرايم بس، اوكي لو عندك وقت حل اكتر، انت مستعجل على ايه؟ ايه جدوى تسجيل الدين طويل الاجل بالقيمه الحاليه مع ان سعر الفايده قد يتغير؟ هي مسألة مش جدوى قد ما هي مسألة بالالتزام اسمها ايه، بالعربي القابلية للتحقق. ان هو واحنا ليه بنسجل الاسيت بالهيستوريكال كوست، فيريفايبيلتي ليه بنسجل شكلك في فندق ايبس البرشا في دبي اللي كنت انزل فيه لما كنت اقدم السي بي. ايوه فعلا موجود في الفندق ده. الشركه حست ان الفندق، او مش حست، انا قلت لهم ان الفندق اللي انا كنت فيه ده بعيد شويه، كنت في سبورت سيتي وبعد كده نقلوني هنا، بس مش عاجبني الصراحه الفندق ده، مش عايز انقل منه. المهم انا كنت بقول ايه، ليه بنسجل الاسيت بالهيستوريكال كوست؟ لان دي القيمه اللي احنا بنقدر نتحقق منها. طيب ليه بنسجل الدين طويل الاجل بالقيمه الحاليه بتاعته؟ لان دي القيمه اللي احنا هندفعها. لو انت بتتكلم عن البونز والسندات وكده، فاحنا ما بنسجلهاش بالقيمه الحاليه، احنا بنسجلها بالقيمه بتاعتها، بقيمه بالواي تي ام، باليلد تو ماتيوريتي وقت ما احنا اصدرنا البتاع. فالقيمه دي دايما بتتجه للبار فاليو. لو انت عامله بديسكاونت، فقيمة القيمة اللي متسجلة دي بتقعد تزيد بالامورتيزيشن للديسكاونت لحد ما توصل للبار فاليو. لو انت مسجله ببريميوم، فبتعمل امورتيزيشن للبريميوم لحد ما يوصل للبار فاليو. ليه؟ لانك بعد ال5 سنين ولا ال10 سنين هتدفع البار فاليو، مش هتدفع القيمة الاعلى ولا القيمة الاقل، عشان كده بتسجله بالقيمة بتاعته. اوكي، حد عنده اسئلة تاني؟ محدش كو او ما نام الساعة بقت 9:30، وده بعد ميعاد نومي. انا ممكن مش هطلع لايف تاني الا في شهر 12، ممكن السبت December 1، ده ميعاد امتحاني باي ذا واي، امتحان السيف ايه، عشان اركز شوية هبعد شوية عن الفيسبوك الشهر ده عشان اقلب من الدنيا بقى وكده. واوعدكم ان شاء الله 1 ديسمبر اطلع معاكم، ادعولي بقى. ازاي نشتغل في دبي؟ هل لازم زيارة الأول؟ طيب استنى شوية، أنا مستني والله، أنا مستنيكم تخلصوا أسئلة خالص، يعني لما تقولوا خلاص خلصنا هقفل وأقوم أنام.
مش لازم زيارة، بس الزيارة بتحسن فرصك، لأن الزيارة أنت بتبقى موجود والناس بتشوفك على الطبيعة. صعب جدا شركة من دبي تعمل لك ريكروتمنت من بره ببساطة، لأن في ناس هنا كتير. يعني هما يعملوا إعلان هنا هيجي لهم ناس كتير، ليه هيعمل لك انترفيو من بره؟ وطبعا مش هتعمل انترفيو فيس تو فيس، هتعمل انترفيو بالتليفون. فالزيارة هتسهل الموضوع كتير جدا. يعني اوكي، ما تنساش تدينا فيدباك عن امتحان السي اف اي، اكيد ان شاء الله يوم السبت، يوم السبت ديسمبر 1 لما ارجع من الامتحان، والامتحان من 9 ل 5، فممكن ما يبقاش يوم السبت لاني ممكن ابقى راجع مفيش باور ولا في اي حاجة، امتحان طويل جدا. بس هحاول، لو عرفت يوم السبت بالليل اطلع معاكم ان شاء الله، لو ما عرفتش هديكم فيدباك كريتن، وبعد كده بقى نطلع لايف نتكلم عن امتحان السي اف ايه، واتكلم برضو لو حد حابب ياخد الشهادة السي اف ايه يعرف هو داخل على ايه، عشان ما يبدأش وبعد ما يبدأ يتصدم. شرف لنا والله، الشرف ليا انا، ربنا يخليكم يا رب. اقدر اخد السي ام اي مع الشغل ولا الافضل اتفرغ؟ لا، تقدر تاخدها مع الشغل، لو انت بتشتغل ما تسيبش شغلك. دخلت ويندو اكتوبر، قدر الله ما شاء فعل. لا، الكومنت راح، ما شفتش. ازاي ادخل مجالات الفاينانشال اناليسز او البادجيتين لو انا حديث التخرج، لاني شايف الفرص قليله قوي فيهم؟ انا معايا كورسات من كورسيرا وشغال في سي ام يو ومعايا منحه بتاع المعهد. ازاي تخش مجال الفاينانشال اناليسز؟ بص، هو الفاينانشال اناليسز نفسه انواع، انت عايز تخش ايه بالظبط في فاينانشال اناليسز؟ لو سكت كريدت اناليسز وبورتفوليو مانجمنت وكوربريت فاينانس والكلام ده كله، ف مش عارف اقول لك ايه والله. هو الموضوع مش سهل، انت زي ما قلت فعلا الفرص قليله قوي فيهم، بالذات في مصر، لان الشركات اللي شغاله في الموضوع ده قليله جدا. طبعا بقى اما بييجوا يطلبوا بيقول لك عايزين حد من جامعه الكي مش عارف ايه، والجامعه البريطانيه والجامعه الهنديه بس اعمل اللي عليك، خد السكيلز اللازمه. الفاينانشال اناليسز محتاج سكيلز معينة احنا ما بندرسهاش في الكلية، انت محتاج بتبقى محتاج تعرف حاجات معينة في الفاينانشال مديولين، وازاي تعمل مديول، وازاي تحتاج تعرف حاجات في البرمجة، بتعرف حاجات في سوري بتاع بيبقى في سكيلز كتير مطلوبة منك انت ما بتدرسهاش في الكلية، بلس الاكسبيرينس. المشكلة برضه ان معظم الناس اللي بتطلب فاينانشال اناليست بتبقى عايزاها حد معاه خبرة، فا اجتهد واعمل اللي عليك، ولما تلاقي فرصة قدم عليها وربنا يكرمك. لو سمحت، انا مخلص ليسانس حقوق وام بي اي، هل اقدر امتحن سي ام ايه؟ اه، هتقدر تمتحن بس مش تاخد الشهادة. بس هو انت ليه اصلا لسانس حقوق و ام بي ايه، وليه عايز تمتحن سي ام ايه؟ تخرج جامعة ايه؟ القاهرة. دفعة 2008. هل ضروري دراسة أسئلة إيسي الخاصة بكتاب جلايم؟ لا، مش ضروري، مش هيجيلك في الامتحان. لو أنت عايز تذاكرها عشان هيجيلك زيها، فمش هيجيلك زيها.
تجارة عربي ولا لا؟ انا كنت تجارة عربي، كنت تجارة انجليش. لا تجارة انجليش كانت ساعتها ب 3000 جنيه، وانا استخسرت فيهم ال 3000 جنيه الصراحة، كنت بدفع 160 جنيه اعتقد. بس الانجليش عامة انا علمت نفسي بنفسي يعني، حتى ما خدتش كورسز، انا ما خدتش كورسات في الانجليش، انا علمت نفسي بنفسي. طيب بعد كام سنة خبرة ممكن اخد ال MBA؟ خدها دلوقتي لو عايز. بس يا جماعة انا عايزكم تفكروا في حاجة، هي الفكرة مش ان انا هاخد MBA، هاخد CMBA، هاخد CPA، هي الفكرة ان انت عايز تاخد الحاجات دي ليه اصلا؟ ايه هدفك؟ لازم الاول تحدد الهدف، وبعد كده تحدد توصل للهدف ده ازاي. انت عايز تاخد MBA ليه؟ عشان يبقى معاك MBA؟ الافضل اخد ايفرز بعد CMA ولا العكس؟ مش هتفرق، انهم مش مرتبطين ببعض قوي. لو انت ناوي تاخد الاتنين خدهم بالترتيب اللي يعجبك، مفيش حاجة هتأثر على التانية يعني. ماجستير ادارة الاعمال مهم للمحاسب، مش للمحاسب، ممكن للمدير المالي مثلا. على فكرة يا جماعة الام بي اي دي ما في مصر عامة، الام بي اي دي مقلب كبير يعني. لازم وانت بتفكر في الام بي اي تفكر انت بتاخد الام بي اي منين، تاخدها ازاي، مدتها قد ايه، الحاجات اللي هتدرسها فيها، لان في الاخر مش الاسم انا معايا ام بي اي وخلاص، الفكره الام بي اي دي ضافت لك ايه عشان تقدر تضيفه للشركه. طيب خلاص يا جماعه خلصتوا؟ اوكي. لا لسه مش لسه ما خلصتوش. ايه مستوى اللغة المطلوب في الامارات؟ لو عايز وظيفة كويسة لازم تبقى اكسلنت، مش فلوينت بات اكسلنت، يعني تبقى على الاقل مثلا 80 85%، بتعرف تتكلم كويس وبتعرف تفهم كويس، مش لازم تكون بتتكلم بامريكان اكسنت او بريتش اكسنت، بس تكون بتفهم كويس وبتتكلم كويس. تدرست المعايير الدولية؟ لا ما درستش المعايير خالص، ولا حتى الأمريكية. عشان تساعدني اني اكون CFO، على فكرة معظم CFOs معهمش MBA ولا حاجة يعني، ما وصلوش CFO عشان خدوا MBA. يا ريت ما تقطعناش من المعلومات بالجروب. آه والله انا بس والله مشغول دلوقتي جدا في الشغل وفي المذاكرة، بس مجرد ما اخلص بارت 1 ان شاء الله هرجع بقى اكتف قوي على الجروب. لا لاني مش سوري مش ناوي اخش بارت 2 دلوقتي يعني، اخش بارت 2 في 2020. هل في طلب على internal auditor في الشركات الكبيرة؟ اه انا هبتدي اتاوب، ف الساعه داخله على 10 وانا بنام 8:30، فحلو قوي كده. حد عايز اي حاجه قبل ما امشي؟ اي اسئله، اي اجابات؟ شغلك في ايه؟ انا شغال دلوقتي في month over month analysis، وشغال في budget versus actual analysis،
وشغال في كاش بي ان ال بس، دي الحاجات اللي انا شغال عليها دلوقتي. ماذا عن سي ام اي بالعربي؟ مش عارف الجملة دي، مش عارف يعني ايه. ايه افضل طريقة للمذاكرة للنجاح في السي ام اي؟ خش على اليوتيوب تشانل بتاعتي، دور على الفيديو بتاع الستادي بلان، او اعمل سيرش على اليوتيوب سي ام اي 4 مانث ستادي بلان، هتلاقي الفيديو بتاعي، او ممكن اعيد اعمل له ريشير تاني على الجروب بعد ما اخلص اللايف اللي فيه الخطة كلها. اوكي خلاص يا جماعة، تصبحوا على خير وربنا يوفقكم جميعا يا رب، وعلى لقاء قادم إن شاء الله. صباح على خير.